السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا ثامن؟ اليوم إن شاء الله درس جديد من مادة التاريخ بعنوان مملكة كندا صفحة 59. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونتعرف سويا على قبيلة كندا. من هي قبيلة كندا وأين سكنت وأين ذهبت وما أصلها؟ قبيلة هاجرت من جنوب شبه الجزيرة العربية في القرن الخامس ميلادي. إذن من أين هاجرت؟ من جنوب الجزيرة العربية. في أي قرن؟ متى؟ في القرن الخامس ميلادي. تنتسب إلى ثور بن عفير بن عدي. إذن ما أصلها؟ إلى من تنتسب؟ من هو الشخص الذي تنتسب إليه؟ هو ثور بن عفير بن عدي. استقرت في البداية في وين؟ في اليمن، في منطقة حضرموت، ثم في نجد في أوساط الجزيرة العربية. إذن أين كانت في البداية؟ في اليمن، ومن ثم في أوساط أو وسط شبه الجزيرة العربية. تمكنت من تكوين مملكة قوية، علل، بسبب الحروب المستمرة بين القبائل العربية. أصبحت قرية الفاو عاصمة لمملكة كندا. إذن سريعا، لماذا استطاعت أن تكون مملكة قوية؟ بسبب الحروب المستمرة بين القبائل العربية، يعني كفكرة فرق تسد. بما أنهم هم متفرقون أصلا، فيسهل علينا أن أثبت، أو يسهل علي أن أثبت وجودي وأن أثبت مملكتي. لذلك هم كونوا مملكة قوية جدا، وكانت عاصمتهم قرية الفاو. قرية الفاو، لنتعرف عليها سويا. تقع قرية الفاو في وادي الدواسر، وادي الدواسر، وهو موجود في وسط الجزيرة العربية. سميت قرية ذات كهل نسبة إلى كبير آلهتهم. إذن نسبة إلى كبير آلهتهم، وسميت بكهل، بذات كهل. مميزات قرية الفاو، ما هي مميزاتها؟ أولا، الموقع الذي كان وين؟ على طريق تجاري، كان على طريق تجاري، وكانت نقطة عبور للقوافل المارة في نجد اتجاه جنوب الجزيرة وشمالها. إذن كان موقعها مميز جدا، استراتيجي، وهو موجود على الطريق التجاري. ثانيا، كانت عاصمة لدولة لها تاريخ عريق في الجزيرة العربية لمدة تزيد عن 5 قرون. إذن كانت عاصمة لدولة لها تاريخ، كانت عاصمة أي أنها هي أصلا منذ القدم هي يعني مكان أو محافظة أو مدينة ذات أهمية سياسية كبيرة. وثلاثة، احتوائها على العديد من أبار المياه التي أسهمت في ازدياد الحركة التجارية والزراعية. أكيد إذن موقعها، وأنها عاصمة لدولة كان لها تاريخ عريق، واحتوائها على الماء، ومما زاد ذلك في الحركة التجارية والزراعية. توسعت مملكة كندا في وسط الجزيرة العربية، وأصبحوا لهم وسطاء تجاريون بين المملكة حمير في اليمن والمنادرة في العراق وبلاد الشام. لننظر الآن إلى نظام الحكم. نظام الحكم، عرفت كندا بكندا الملوك، يعني كانوا يسموها كندا الملوك. لماذا؟ علل ذلك. لكونها إحدى القبائل العربية القليلة التي أقامت مماليك إلى جانب حمير والمناذرة والغساسنة. إذن لماذا سميت بكندا الملوك؟ لأنها هي من إحدى القبائل العربية القليلة جدا التي أقامت مماليك، التي أصبح لديها ملوك داخلها، إلى جانب طبعا الممالك الأخرى اللي هي مثل حمير والمناذر والغساسنة التي سبق وبدأنا وتكلمنا عنهم. كان الحكم ماذا؟ ملكي وراثي. كان الحكم ملكي وراثي، أي إذا مات الأب يستلم الحكم بعده الابن، وفق نظام فيدرالي يقوم على تجمع عدة قبائل تترأسها أسر من قبيلة كندا. إذن ما هو الحكم لديهم؟ هو نظام الحكم، هو ملكي وراثي، ولكن بنظام فيدرالي، أي تتجمع مجموعة من القبائل ويترأسها شخص. تمام، يترأسها شخص، وهذا الشخص يكون من قبيلة كندا. ملوك كندا، من هم ملوك كندا؟ حجر بن عمرو الملقب بآكل المرار. إذن
حجر بن عمرو الملقب بآكل مرار، وهو من أول ملوك كندا في نجد، واستطاع أن يوسع المملكة إلى اليمامة. ومن ثم أتى ابنه وهو عمرو بن الحجر، أتى ابنه بعده وهو عمرو بن الحجر، أي حجر بن عمرو. هو ماذا يلقب؟ كان يلقب بآكل الممار المرار، وهو من أول ملوك كندا في نجد. عمرو بن حجر الثاني الملقب بماذا؟ بالمقصور. بماذا كان يلقب؟ بالمقصور، الذي اقتصر ملكه على نجد بعد خروج اليمامة من أملاك أبيه. إذن فقط نجد، فقد استلم من نجد وبعد أن خرجت اليمامة من أملاك أبيه. وثالثا الحارث بن عمرو، كان من أقوى الملوك وأشدهم بؤس وأكثرهم طموح، وفي عهده وصل نفوذه حتى الحيرة. إذن من هو أشدهم بؤس وأكثرهم طموح؟ هو الحارث بن عمرو، الحارث بن عمرو بن حجر الكندي، وهو يعني هنا أولا الأب، ثانيا الإبن، وثالثا الحفيد، حتى وصل نفوذه إلى وين؟ الحفيد، إلى الحيرة. ننتقل إلى الحياة الاقتصادية. أولا لنتكلم عن الموقع بشكل عام. في أوساط الجزيرة العربية كان لهم دور كبير جدا في النشاط التجاري، فقد مارسوا التجارة بشكل كبير جدا ومتطور، ومارس تجار كندا دور الوسيط التجاري في الجزيرة العربية، فانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لممتلكاتهم. لنتعرف سويا. أولا الزراعة، الزراعة حفروا الآبار وشقوا القنوات، حفروا الآبار وشقوا القنوات. اثنين احتكروا زراعة النخيل والكروم واللبان والحبوب، أي أنهم اهتموا بهذا النوع من الزراعة دون غيره. ثالثا اهتموا بالثروات الحيوانية وخاصة الخيول، طبعا ذلك ليفيدهم بالحروب. ننتقل إلى الصناعة، عرفوا بصناعة المعادن، مثل ماذا كان يصنعوا؟ السيوف والخناجر. اهتموا بصناعة الحلي أيضا، وعرفوا بصناعة الزجاج الملون، وعرفوا بصناعة الفخار والمباخر والمصافي. التجارة، سكوا العملة، عملة خاصة فيهم، وضربوا عليها، يعني رسموا عليها اسم لآلهتهم وهو آلهة كهل. بنوا القصور والأسواق والمعابد، وأهم السلع التجارية التي كانت توجد لديهم اللي هي الطيب، النسيج، الذهب والفضة. الطيب، النسيج، والذهب والفضة. وأيضا كما ذكرت في البداية أن تجار كندا كان لهم دور كبير جدا، وهو دور الوسيط التجاري بين الجنوب الجزيرة العربية وشمالها. ننتقل سويا إلى الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية، أي أنهم أهل كندا كانوا من النوع الذين يحتفظون في حياتهم الاجتماعية بطابع البداوة. كان لهم طابع البداوة يسود عندهم، فكانوا يعيشون في بيوت من الشعر ويقضون أغلب أوقاتهم في الصيد، طبعا إلى جانب التجارة. طبعا كان يوجد لديهم شاعر جاهلي وهو امرؤ القيس، وهو من أشهر شعراء كندا، وأيضا أحمد بن الحسين وهو المتنبي والفيلسوف العربي الكندي. الدين، كان ملوك كندا وثنيين، يعبدون ماذا؟ شخص وثني ماذا يعبد؟ يعبد الأصنام. واعتنق بعضهم المسيحية، والتي انتشرت طبعا في نجد. إذن كان بعضهم وثني وكان بعضهم مسيحي، ولكن الملوك لديهم كانوا وثنيين، أي الأغلب ماذا؟ وثني. اللغة، انتشرت الكتابة بين السكان، ذلك لأهميتها في التجارة، ولكي طبعا يعلموا ماذا يبيعوا، ماذا يشتروا، على ماذا يوقعوا، وهكذا. وممارسة العبادات، كان الخط المسند هو الخط العربي الذي استخدموه. لاحظ هنا الشكل، هذه الخطوط، هذا يسمى الخط المسند وهو الذي استخدموه. ننتقل سويا إلى العمارة والفنون. عثر في قرية الفاو على أطلال لحضارتهم تمثلت بوجود القصور والأسواق والمعابد والتماثيل، أي كان لهم أثر كبير في قرية الفاو، ويبرز ويظهر أنهم كانوا موجودين في هذا المكان.
اهتم سكان كندا ببناء الخانات كمحطات تجارية لاستراحة القوافل نظرا لموقعها، طبعا لأن موقعها فبنوا موقعها وهو كالوسيط كممر تجاري كما سبق وتحدثنا، لذلك هم بنوا ماذا؟ وعملوا على وجود الخانات. الخانات هي عبارة عن أماكن، خان عن أماكن توجد على الطرق لاستراحة المسافرين، فهم كانوا ماذا يبنوها لكي تعتبر محطة تجارية لاستراحة القوافل، وطبعا ذلك موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة. تشير الآثار إلى تقدم العمارة وتأثرها بالحضارات الشرقية، وعثروا أيضا على الرسومات والنقوش، وذلك عكست نمط معيشتهم ومعتقداتهم. بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم يا ثامن، بارك الله فيكم ويعطيكم العافية.